خاصه ويمكن فارس قال لكم لقاءاتنا مع الفرق الاسيوبيه برغم قلتها ولكن تحمل بعض الاثار السلبيه، يمكن لو استعرضنا مواجهات النادي الاهلي مع الفرق الاسيوبيه هنلاقينا لعبنا 6 مواجهات فزنا في 2 وده رقم قليل جدا. الترجي ماليش الارقام دي معايا. انت رقم قليل جدا بتتكلم في 33% من المباريات فوز، وده رقم قليل. انت بتتعادل في 3 ماتشات وطبعا سجلت 8 اهداف واستقبلت 4 اهداف، ويمكن يعني من ضمن الفرق الاسيوبيه فريق البن الاسيوبي اللي كان يعني بيحمل لنا ذكريات سلبيه يمكن عشناها بشكل مختلف شويه، يمكن كان النادي الاهلي قرر ان هو يقسم الفرقه 2. دي طبعا المواجهات زي ما استعرضتها مع حضراتكم. فالنادي الاهلي في مباراه او موقع البن الاسيوبي قرر ان هو يقسم الفرقه 2، فرقه تلعب بطوله عربيه وخلاص استعرضنا الارقام فرقه تلعب بطوله عربيه وفرقه تلعب مباراه العوده في دور ال 32، وكنت عائد كمان من غياب 4 نسخ في دوري ابطال افريقيا، وكنت متعادل مباراه الذهاب في اثيوبيا 1-1 بهدف لحسام حسن، جيت هنا يعني تعرضت لتعادل 2-2 في وقت قاتل جدا بعد ما كانت النتيجه 2-1. يمكن دي كانت اول مباراه تشهد مثلا وجود ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي وقتها وكان بيلعب باك ليفت، ويمكن حضر مجموعه بقى من اللاعبين كان فيهم طبعا كابتن رضا عبد العال، وما قدرناش اننا نفوز على فريق البن الاثيوبي وتعادلنا 2-2 وخرجنا في صدمه يعني صعبه جدا علينا في الفتره دي. فعايزين ناخد الامور بشكل جدي. يمكن اللي حسن الصدمه دي شويه ان احنا خدنا البطوله العربيه طبعا في الوقت ده وحسينا ان احنا قدمنا اداء. طب يعني ما فيش ليله المباراه شويه ذكريات كده حزينه نستعرضها كمان اكتر يعني. من كده يعني مش معقول احنا كده مش حافز لا تلطش فينا احنا لا 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 ان شاء الله نكسب الماتشين، ان شاء الله نكسب نتيجه كبيره باذن الله.